لما تخطط ريدلر؟ هذه آخر خططي لدغدغة دماغي، الهروب من غرفة الدمار. سأتفقد أدراج المكتب. ليس لدينا أدنى فكرة عن أنواع مصائد ريدلر. حان الوقت لنهايتكما. احذر نايت وينج. ريدلر مليئ بالمفاجآت حقا. أين نحن؟ لا أعلم. آخر شيء نتذكره هو أننا كنا نحقق بطرد مثير للشبهات في مبنى بلدية غوثام. لا أعتقد أننا ما زلنا في مدينة غوثام. هل نحن على سفينة قراصنة؟ غير مرجح. لو كنا فوق الماء لشعرنا بحركة الأمواج. ربما نحن في مطعم ذي طبع خاص. مهلا، نحن محبوسان. يبدو أننا وقعنا في فخ ما. دينغ دينغ دينغ، الوطواط محق. إنه فخ بتصميم شيطاني. ذا ريدلر، كان يجب أن أعلم. هذا يفسر وجود علامات الاستفهام على الطرد المشبوه. قضمتما الطعم وشددتما الخيط والصنارة. ظننت أنك أذكى من ذلك أيها الوطواط. لما تخطط ريدلر؟ هذه آخر خططي لدغدغة دماغك، الهروب من غرفة الدمار. عليكما حل لغز في فترة زمنية محددة لتتحررا، وإذا فشلتما فستذهبان إلى خزانة ديبي جونز. لقد جننت. لن تبتكر لغزا لن أستطيع حله ريدلر. سنرى ماذا سيحصل. أريد أن أصبح قرصانا بينما أبحر في البحر الهائج. لتهرب ستحتاج إلى التغلب على المشككين فيك. أحل لغزي حرفا بحرف. حظا موفقا عزيزي. باتمان، يجب أن نفكر بسرعة. من أين نبدأ؟ لننظر داخل صندوق الكنز ذاك. حافظ على حذرك. مهلا، احترس. هذا فخ قرصان حقيقي. ريدلر مخادع حقا. لقد ذكر في لغزه الأحرف، قد تكون موجودة هنا. لا يوجد أحرف هنا يا باتمان، جميع الصفحات فارغة. محاولة جيدة. سأتفقد أدراج المكتب. كاد أن ينال مني مرتين. احذر يا نايت وينغ، ليس لدينا أدنى فكرة عن أنواع مصائد ريدلر. سيرميها حرفيا أمامنا. إن ظننتما أن هذا سهل ففكرا مجددا. حالما نفك هذا اللغز يا ريدلر سأفكك ملامح وجهك. نايت وينغ، ركز على اللغز. لقد قال إننا يجب أن نحله حرفا بحرف، ولكن ليس كالأحرف التي نكتبها عادة. هل يمكن أن يقصد الأحرف المكتوبة على البوصلة؟ قد تحتوي على مفتاح في الداخل. ولكن ليس المفتاح الذي نبحث عنه. قطعا لا. مهلا، لقد تذكرت مزحة شهيرة من الصف الأول. ما هو الحرف المفضل لدى القراصنة؟ لا أعرف. آر. ليس سيئا. إنها مزحة مريعة، ولكنها قد تكون مفيدة لنا. عجبا، لم ينجح الأمر. أي كلمات تبدأ بحرف آر؟ روجر، كما في اسم روجر السعيد. ساعدني يا باتمان. شكرا. لا تشعران بالكثير من السعادة الآن، صحيح؟ من الأفضل أن تسرعا، فالوقت يمضي. عجبا، لم يتبقى لدينا سوى دقيقة. إنك على الطريق الصحيح نايت وينغ. تذكر، لقد ذكر ريدلر كلمة أحرف أي جمعا. ولكن إن لم تكن أحرف البوصلة ولم يكن الحرف آر، فأي حرف هي؟ سأريك. راقب هذا. عمل رائع يا باتمان، ولكن كيف تمكنت من حل اللغز؟ القرصان لديه حرفان مفضلان نايت وينغ. الأول هو حرف آر والثاني هو سي، أي البحر بالإنجليزية. أظننت أن مزحتي أنا سيئة إذن؟ أوه. هل حل اللغز؟ هذا مستحيل. سحقا لك يا باتمان، ظننتها نهايتك. مهلا،
إنهما يتجهان نحو غرفة التحكم. الأفضل أن أهرب. محاولة جيدة ريدلر، ولكن كما قلت لن تبتكر لغزاً لن أستطيع حله. كلام فارغ، لا أحد يحب المتفاخرين. حان الوقت لتسير نحو نهايتكما. احذر نايت وينج. كما قلت ريدلر مليء بالمفاجأة حقاً. هل بدأت عظامك ترتجف خوفاً يا باتمان؟ لن تفعل أبداً ريدلر. عمل رائع نايت وينج. بما أن الأدوار انقلبت الآن فسأطرح عليك لغزاً. ما هو الشيء المتوفر مجاناً إلا أنه يكلفك الكثير؟ لا أعرف. الجواب هو تذكرة العودة إلى مصح أركم. صحيح، لن تأخذ مني النقود مقابل الرحلة، إلا أنني سأدفع الثمن عبر العقاب. سأعترف، مزحة جيدة. عموماً سأنال منك في المرة القادمة يا باتمان. لقد هربنا في اللحظة الأخيرة. سيحتاج الأشرار لأكثر من ذلك ليتمكنوا من هزيمتنا. انظر، لقد حصلت على هدية تذكارية. ابتعدوا أيها الأشرار. أعتقد أنه يجدر بك الاكتفاء بمحاربة الجريمة وحسب.